السلام عليكم. اليوم إن شاء الله بسوي معاكم شوربة الحب الحجازية بس بطريقتي. أول شيء بكلمكم عنها، هذا النوع من الشوربات تمتاز فيه المملكة العربية السعودية وتحديدا مدينة الحجاز أو عفوا منطقة الحجاز في السعودية اللي تشمل جدة ومكة والمدينة الله يشرفهم. تكون مؤلفة من الحب وهو نوع من القمح يكون مشهور عندهم، أنا بصراحة ما عندي فكرة عنه، ممكن خواتنا الحجازيات اللي تابعوني يفيدونا عنه. ويحطون لها اللحم، لحم يكون بعظم، والطماط ومعجون الطماط، البصل، وأيضا يضيفون لها تشكيلة بهارات تكون ملفوفة بشاش أو تول يسمونها صوع البهارات، أيضا مشهورة عندهم وبيعونها عندهم. فبس هذه هي، وأنا إن شاء الله اليوم راح أسويها بطريقتي. الفكرة بس أني أنا ما راح أحط لها اللحم، زائد أن أنا بدال الحب اللي هم يستخدمونه راح أستخدم حب الجريش اللي مشهور عندنا بالكويت نفس هذا. هذه توليفة البهارات اللي وريتكم إياها بالصورة اللي قبل، اللي سويتها أني أنا كسرت الدارسين واللومي وورق الغار لقطع صغيرة مثل ما تشوفونهم، أوكي؟ وبالنسبة حق الهيل ضغطت عليه شوي لحد ما حبة الهيل تنفتح بهالشكل هذا، مجرد أنها تنفتح مو أكثر، ما نبي نطلع حبوبها. والزنجبيل والكركم لأنهم حيل حيل يابسين، فبالسكين قصصتهم لأصغر حجم أقدر عليه، هي أوريدي القطعة صغيرة فما قصت أكثر من شذي. وبس باقي البهارات خليتهم على عدالهم، تمام. الحين إن شاء الله راح نبقشهم عشان نستخدمهم في الشوربة. علشان نسوي صفرة أو بقشة البهارات راح نحتاج إلى خام شاش نفس هذا، وتقدرون تستخدمون أيضا القطرة، إذا عندكم قطرة قديمة ونظيفة تقدرون تستخدمونها. فاللي راح اسويه اني راح امسك الزوايا كذي، وبعدين اجيب الزوايا الثانيه من الصوب، ونجيب الزاويه الثانيه، وبعدين راح ادخلها في الشكل، وتحاولون توصلونها كثر ما تقدرون علشان تسكر عليها كذي. ونفس الشيء راح نسويه مع الطبقة الثانية. هذا الشكل، المهم انكم ترصونها. وبكذي صارت بكشة البهارات عندنا جاهزة للاستخدام. بمحضرة الطعام حطينا الطماط ومعجون الطماط وراح نطحنهم لحد ما يكونوا لنا صلصة. على نار متوسطة حطيت هني ملعقتين طعام سمن، وتقدرون تحطون زيت نباتي بس المهم ما يكون زيت زيتون. أضيف البصل وراح أحمسه لحد ما يذبل ويتغير لونه شوي. هذا هني البصل بعد ما انحمس صار خذ لون خفيف مثل ما تشوفون. الحين راح نضيف صوص الطماط. هني بعد ما ضفت صلصة الطماط اللي سويناها راح نخليها تنطبخ لحد ما تتسبك. هذه صلصة الطماط بعد ما تسبكت، الحين راح نبدي نضيف باقي المكونات. هني انا حطيت الملح والفلفل، طبعا يرجع لذوقكم شكثر تحبون، وحب الجريش اللي اريد احنا غاسلينه ومصفينه، وصفة البهارات، والحين نضيف عليهم الماي الحار على نار عالية راح أخليها تغلي. ولما بعد ما وصلت مرحلة الغليان راح أغطي عليها الحين وأقصر عليها وأخليها تكمل طباخ على نار هادية إلى متوسطة، وكل وقت وقت أشيك عليها عشان أشوف إذا تحتاج ماي زيادة. هذه الشوربة بعد ما استوت وحب الجريش استوى